أهلا بكم في برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ مع الملف الأمني في العراق. وبحسب تقرير لمعهد السلام والاقتصاد العالمي مؤشر السلام العالمي لعام 2022، احتل العراق المرتبة 16 عربيا و157 عالميا، بالمرتبة 157 عالميا من بين 163 دولة على مستوى العالم. وقد أكدت مصادر صحفية اغتيال مواطن داخل محطة وقود بالقرب من مركز الشرطة في منطقة القادسية وسط محافظة ميسان. كاميرات المراقبة رصدت لحظة وقوع الاغتيال داخل محطة الوقود في ميسان. دعونا نتابع. شوف طبقوا عليه، نزلوا اثنين فوق كلهم دي وش راح يطيح، وهذا فوقه فوقه دراجتهم راح يطلعون، انه شوف دراجتهم وين راح يطلعون، والمسدس وين مالهم طايح، طايحين من المركز ذاك الشرطي. شوف طلعوا عقبال مسدس مالهم طايح. يقول لي كما أظهرت لقطات مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق تجدد النزاع العشائري في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، استخدمت فيه أسلحة متوسطة وخفيفة. وقالت مصادر بأن النزاع اندلع عند مدخل القضاء بين عشيرتين، وبأن القوات الحكومية انتشرت في أعقاب تجدد النزاع العشائري الذي عكر صفو أبناء القضاء وبث الرعب بين ساكنه الآمنين. دعونا نشاهد هذه الصور. 27/9/2022 شوف مذنب، شوف هذا هاون تونس، خلي يدنك هاون. نبقى مع الملف الأمني في العراق وإلى العاصمة بغداد التي تشهد مؤخرا العديد من الممارسات الأمنية دون أن تنعكس تلك الممارسات على تحسن الواقع الأمني بشيء. إذ أظهرت لقطات تحبس الأنفاس وثقها ركاب باص نقل عمومي بعد أن حوصروا بمنطقة بين طرفين متنازعين قرب معسكر الرشيد. وتبين اللقطات كيف أن الرصاص يمر من فوق رؤوس الركاب في مشهد هوليودي كما وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق. دعونا نتابع هذه الصور من هوليود أو من بغداد. كنو بعد طلق بعد طلق نو خرب يا ابو ماكو هيك صغار كافي لك بعد طلق اصعد 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 بالفعل كاننا نشاهد افلام اكشن وليس واقع في العاصمه بغداد. دعونا نذهب الى تعليقات الجمهور العراقي حول الملف الامني وحول هذه الصور. كريم يقول: معسكر الرشيد فيه بؤر للجريمه والرمي بكافه انواع الاسلحه وبصوره تكاد تكون مستمره، ولا نعرف لماذا السكوت عن هذه الفوضى والفوضويين هناك. أما وفاء التميمي فتقول: هذا استهتار، وعلى الدولة محاسبة الطرفين وإلا صارت فوضى. علي الواسطي يقول: ناس همج
وسلاح منفلت وحكومة ماكو، يقول علي استهتار بين قوسين. ليث يقول سببها السلاح المنفلت بيد المواطنين والأحزاب اللي هم سبب كل اللي دا يصير بهذه البلاد. يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا فساد يا حثالة المجتمع. معنا اتصال أبو عمر من بغداد، أرحب بك معنا أبو عمر. كيف ترى هذه الصور التي يعني تداولها عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي بما يخص الملف الأمني، اغتيال لشخص في بانزيخانة في ميسان، نزاع شائري يتجدد في الناصرية في ذي قار، وكذلك في بغداد عند معسكر الرشيد مصادمات، كأننا نشاهد فيلم أكشن، كأنه من مشاهد هوليوود وليس واقع حال مع الأسف يعيشه العراقيون تقريبا كل يوم أو يتكرر خلال الأسبوع الواحد. كيف ترى الملف الأمني في العراق أبو عمر؟ مرحبا بك. مرحبا بك يا أستاذ عمر، حيا الله قناة الرافدين، وتحياتي لك أستاذ المشاهدين. أهلا بك، حياك الله أستاذ عمر. إحنا نعرف أن وضع العراق من 2003 ولحد الآن اللي صاروا يعني نقدر نقول بدأوا بالطائفية وبدأوا قتل المواطنين وبدأوا بضباطنا وبدأوا الدكاترة وبدأوا أساتذة وكثير يعني من الشعب العراقي قتلتهم هذه الأحزاب، فهم نفس هاي الأحزاب اللي تقتل بالشعب العراقي من 2003 لحد الآن. الاغتيالات زادت عن الناشطين، زادت عن المحامين، زادت عن القضاة، زادت عن أمور يعني كثيرة من هذا الشعب من قبل سلطة الأحزاب. السلاح المنفلت اللي قاعد نشوفه من الحكومة المتعاقبة كل الحكومة العراقية من 2003 لحد الآن بوجود الجيش وقوات الأمنية، بوجود الشرطة، بوجود كل هذه القوات الأمنية اللي قاعدين يشوفون اللي أبناء الشعب بيقتل، والقضاء العراقي اللي قاعد يشوف هاي الممارسات الاغتيال من قبل الأحزاب لحد الآن ما نحكم واحد فيهم من ضمن هاي الاغتيالات من ضمن هاي الميليشيات، ودلالة على أنه شجعت هذه الميليشيات يعني تقتل كثير من أبناء الشعب العراقي، والقوات الأمنية تعرف كل من أنه من هذا القاتل ومن هذا الناس اللي جاي الدعم من قبل قيادات وميليشيات، ما حاسبت أي شخص أي يعني من هذول القتلة، لأنه الموضوع بيها يعني نقدر نقول أيام طويلة. عندما يحتل العراق المرتبة 157 عالميا على مؤشر السلام العالمي بحسب تقرير معهد السلام والاقتصاد العالمي، يعني وبحجم هذه القوات التي نشاهدها بين الحين والآخر، يعني شفنا احنا قوات حاليا تنزل قبل الذكرى الثالثة لثورة تشرين تنزل الى شوارع بغداد، اعداد كبيرة، اعداد هائلة، هناك كاميرات، آلاف الكاميرات منتشرة. اذا تحدثنا عن العاصمة بغداد، هل يعقل بانه خلال هذه السنوات العشرين تقريبا لم تستطع هذه القوات السيطرة ومنع هذه الصور، صور إن كان اغتيالات أو الصدامات المسلحة؟ ما هو الخلل؟ ما هو الخلل بالضبط؟ أعداد موجودة، رواتب موجودة، سلاح ومجهزة بأحدث الأسلحة هذه القوات، لماذا تحدث هذه الخروقات، هذه المواجهات، هذه النزاعات؟ أستاذ عمر، احنا نعرف القيادات ووزارة الداخلية وكل هاي الوزارات يعني ضباط الدمج ومن زعماء الميليشيات اللي موجودين عندنا بيحكمون، فيعني وزارة الداخلية أو الاستخبارات أو الأمن عن أسر الأمن اللي موجودة عندنا يعني بالضمن أنه يعني توثيق الكاميرات، توثيق يعني الأدلة بهذول الناس المجرمين اللي يخذلون من أبناء الشعب العراقي يعني يعرفوهم كل الجهات، وإذا أي دعوة يعني رفعت عنهم من قبل أي مركز كان في بغداد أو محافظاتهم سوف يتم تهديد المركز، وسوف يتم نقدر نقول الضباط يعني اللي يجون يحاولون هاي الدعوه وتيسير هاي الدعوه للقضاء.
فعندنا هاي المجاميع الموجودة الإرهابية، يعني القوات الأمنية مع احترامات القوات الأمنية لا شيء أمام هذه الأحزاب وأمام السلطات. قوة الأحزاب ومن إنشائها أقوى من أقوى من وزارة الداخلية، لأن تمتلك السلاح المنفذ والقوة والدعم اللي من هذه الميليشيات وقيادتهم. لا يمكن أبدا السيطرة على هذه الأحزاب لوجود هذه القوات الذي ليس لها ولا أن وليس أن يكون عندها يعني حبا للشعب، فهي واقفة تتفرج وكيف يقتل المواطن أمامها. أنا أشكرك أبو عمر من بغداد، كان معنا أبو علي من لندن. أبو علي، كيف ترى الملف الأمني في العراق؟ واليوم العراق يتذيل قائمة الدول على مؤشر السلام والاقتصاد العالمي، بحسب معهد السلام والاقتصاد العالمي مؤشر السلام العالمي لعام 2022 157 مرتبة العراق بالنسبة للأمن من بين 163 دولة، يعني مرتبة جدا متأخرة. يا الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني أمن ماكو، ملف الأمني بالعراق صفر. لماذا؟ لأنه العراق محكوم 90 فصيل إرهابي، شلون يصير أمن؟ وجماعة صمام الأمان، هو وين أكو أمان حتى هو صمام الأمان؟ هو وين أكو أمان؟ هذا صمام الأمان للميليشيات والعصابات في الخضراء. بالنسبة لجماعة صمام الأمان، وبالنسبة يكون نزاع عشائري ما أدري بيا محافظة صارت. نعم. في ذي قار. ما أعرف. في ذي قار. نعم. نعم. يعني ما أعرف والله، عيب يعني. ديش طفر على دجاجة بغير بيت وإطلاق نار واثنين قتلة وأربعة جرحى، ما أدري إيش قد جرحى. نعم. ما أعرف، واحد يقتل اللاق على مود ديش، ما أدري على مود دجاجة، والبلد كله راح الباق. البلد نعم. الباق صار لعشرين سنة بيد الميليشيات وبيد العصابات، والناس ما تتحرك، ومن يجي عاشور يصيحون هيهات منا الذلة. بعد هو أكثر من هالذلة؟ انتوا اكثر من هذا الذله اللي انتوا بيه؟ 20 مليون تمشون للحسين ويصيحون هيهات من الذله ولبيك يا حسين؟ بابا الحسين ايش يريدك تصير انت؟ تصير ذليل مهان انت؟ الى متى ساكت؟ نعم، يعني الى متى ساكت؟ مسؤوليه وزاره الداخليه بحمايه امن المواطنين وحمايه امن البلد. يعني احنا شاهدنا ثلاث صور اليوم، صوره لاغتيال شخص في بنزيخانه في ميسان، صوره ل نزاع عشائري يتجدد في ذي قار، صورة لي يعني طرفين متنازعين عند معسكر الرشيد بالعاصمة بغداد، وأكو شباب محصورين وصوروا هذه اللقطات. هذه الأعداد الكبيرة في وزارة الداخلية وهذه التجهيزات وهذه الميزانية المرصودة لهذه الوزارة وكمية الكاميرات المنتشرة في العاصمة بغداد، كاميرات المراقبة، هل يعقل بأنه يستمر الوضع على ما هو عليه بما يخص الملف الأمني؟ أستاذ عمر، ماكو شنو وزير الداخلية؟ شنو وزارة الداخلية؟ عمي كله بيد الميليشيات. هسه أنا أتحدى رئيس وزراء، أتحدى رئيس جمهورية، أتحدى رئيس البرلمان يدخل إلى هاي جرف الصخر. هل يدخل جرف الصخر؟ أتحداهم تحدي. عمي بلد كام شي ميليشيات يا وزير الداخلية؟ وزير الداخلية بيد إيران. سفير ايران هو يحكم وزير الداخليه ويحكم رئيس وزراء. عمي بلد جاي يحكموه ميليشيات، جاي يحكموه عصابات. هسه احنا كم مره نقوله؟ مو من ليله من الحشم من ليله. عمي دولة اذا ما طلعوا لهم يا شعب العراق، هسه تفضل راح يطلعون اليوم 1/10 ينادون بالسلميه وينادون للطبول للخضراء. اذا انت شكو طالعين اذا للطبول للخضراء وسلميه؟ اقعد ببيتك احسن لك عمي، اقعد ببيتك تدوق نفسك وتدوق غيرك، اقعد ببيتك حصل لك. من ابو علي من لندن كان معنا. نذهب الى موضوع اخر، حيث اكدت مصادر صحفيه قيام المدعو علي المعمار وهو ضابط برتبه رائد في الاستخبارات العسكريه في كربلاء، كما قالوا بقتل زوجته فاطمه عادل الوزني ذات 24 عاما بإطلاق النار عليها بعدما اتهمته بإقامة علاقة غير شرعية، استنادا إلى ما وجدته من صور وفيديوهات في هاتفه. ووقعت الحادثة قبل قرابة 5 أيام، حيث ادعى المعمار بأن زوجته أقدمت على الانتحار بإطلاق النار على نفسها بحدود الساعة 12 ليلا،
بعد عودتها مع طفليها من منزل ذويها بحدود الساعة 10:00. وتؤكد والدة فاطمة الوزني بأن الضحية كانت تشتكي من خيانته وتعنيفه لها طوال سنوات زواجهما، لكنهم لم يستطيعوا تقديم أي شكوى ضده بسبب تهديده لهم بالسلاح وباستخدام نفوذه في الاستخبارات العسكرية. دعونا نستمع إلى شهادتها قبل استعراض التغريدات على وسم حق فاطمة الوزني وين، فلنتابع. هي يمنى من 5 العصر لحد 10 بالليل، تعشينا صلينا، أخذ قدرة الجهال هالهدوم أخذتنا وراحت. وصلناها أنا وأبوها، وصلناها الباب بيت عيال، دقت الباب، فتحوا لها الباب، طبت البنية. أنا شفتها بعد راحت هي وجهالها طبت، أنا خليتها ورحت. ب 12 بالليل يخابرني رجلها يقول الحقوا فاطمة انتحرت. ليش فاطمة انتحرت؟ قلت له بتحكي الصدق انت؟ قال لي ليش؟ من اروح القى البنية سبحانة بدمها، لا خلوني اطب اشوفها. من عوني اول مرة من عوني الشرطة جماعته مدري شنو مدنيين نزلها ساحلها من الغرفة، لا صور لأدلة جنائية ولا أسعاف جاية، ماكو كل شيء. وين يشتغل؟ هو يشتغل استخبارات العسكرية، رائد برتبة رائد هنا بكربلة، حديث والدة الضحية فاطمة الوزني. دعونا نذهب إلى وسم حق فاطمة الوزني وان، والذي انتشر على منصة تويتر في العراق. دعونا نقرأ بعض التغريدات تحت هذا الوسم. المحامي محمد جمعة يقول: ضحية جديدة ولن تكون الأخيرة، وكما تعودنا تسجل انتحار. يقول: قبل سنوات ماتت فتاة، قيل في التحقيق بأنها انتحرت حزنا على فشلها في امتحان الرياضيات الصف السادس. يقول: صديقاتها ضجوا وقالوا ليس انتحارا، لم يسمعهم أحد. بعد 2 شهر ظهرت النتائج، كانت النتيجة نتيجتها في الرياضيات 94. يقول: قتل وليس انتحار كما يقول المحامي محمد. سالبة جوري تقول: هذه الحادثة تعيدني بالذاكرة إلى حادثة مشابهة وقعت في كربلاء أيضا، كلا الضحيتين تركنا خلفهن طفلين بأعمار صغيرة جدا. هبة النائب تقول: ضابط وعند رتبة من يحاسبه؟ تتساءل: القانون الغافل لو الأهل اللي يخافون يواجهون هالمجرمين. ليزك القيسي تقول: قمة الإجحاف إن لم تجد المرأة من يحميها في المجتمع ويخذلها أقرب الأقربين إليها، عار ما بعده عار حق فاطمة الوزني وين. نعم، نذهب إلى ملف آخر وإلى الملف الصحي. استعرضنا بالأمس موضوعات حول تردي الواقع الصحي في الديوانية مركز محافظة القادسية، وكان من بين ما استعرضناه صورا لإجراء عملية جراحية في صالة العمليات تحت أضواء أجهزة الجوال، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي. ويبدو بأن القادسية ليست وحدها من تعاني، في المثنى هي الأخرى، هناك معاناة أخرى مرتبطة بهذا الملف الحساس. إذ أكد ناشط من السماوة بأن دائرة صحة المثنى كذبت على المواطنين عند الادعاء بالاستجابة لمناشدة سابقة لهم حول مرضى اضطراب الدم الوراثي الثلاسيميا. دعونا نتعرف على هذه القصة مع هذا الناشط من المثنى. قبل تقريبا 3 أشهر نزلت مناشدة بخصوص مرضى الثلاسيميا لقضاء الضوء والمناطق القريبة عليها، بالإجابة دول مساكين، دول مرضى تعبوا نفسهم وتعبوا أهلهم، وده يجون تقريبا 60 كيلو من قضاء الخضر أو المناطق اللي حواليه إلى مستشفى النسائية والأطفال في السماوة حتى يديرون دم ويتعالجون. بالنسبة هذا المكان بعيد عليهم 60 كيلو، هواي، ومن حقهم وواجبكم أن تسوونهم مركز للثلاسيميا في قضاء الخضر. والله بعد ما نزلنا المناشدة وراء يوم واحد تقريبا دائرة صحة المثنى نشرت مثل ما تشوفون وقالت بتوجيهات معالي وزير الصحة ومحافظ المثنى ومدير
الصحة وفلان وفلان وفلان، استجبنا للمناشدة وراح نسوي مركز لمرضى الثلاسيميا. قلنا يا الله خطوة موفقة وشكرا جزيلا لهم ورحم الله والدكم. عمي شهر بعد شهر بعد شهر ماكو، واحنا بدورنا لازم نتابع القضية اللي نزلناها. يابا اجرينا اتصالاتنا، شنو صار بالموضوع؟ اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع بعد اسبوع، كل شيء ماكو. بالاخير اتفاجئ بكتاب يرسل لمدير مستشفى الخضر يبلغ صحة المثنى انه كل شيء ما متوفر عنده، ما متوفر عنده لا طبيب لا معاون طبيب لا مكان لا أجهزة، كل شيء ما. شلون استجابيتوا للمناشدة وقلتوا راح نسوي وانتم كل شيء ما وكل شيء ما عندكم لا أجهزة لا طبيب لا ما أعرف شنو، شو استجابيتوا؟ نبقى في المثنى الاستعراضي المزيد، حيث نظم ناشطون وذو شاب توفي نتيجة عدم وجود سرير في ردهة العناية المركزة في مستشفى الحسين بالسماوة كما قالوا، ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بفتح تحقيق بتلك القضية وإقالة مدير عام الصحة ومدير الإسعاف الفوري فائز الظالمي بتهمة التقصير. دعونا نتابع هذه الصور. لما نقول انه هدر اموال 20 مليار وبالتالي سرير ما عندنا شربايه، يعني هسه احنا ليش نثقف ونقول كذا سرير لا شربايه؟ شربايه خليها تكون جيد ب 20,000 يعني شربايه ما تتواجد وبعدين نفقد انه شاب. طبعا هذا الشاب مو الاول ولا راح يكون الاخير وراح نبقى احنا نراقب هاي الحاله. اما انه الحكومه المحليه عاجزه عن تغيير اداره صحه المثنى باكثر، فاحنا مستعدين انه نتحرك للوزاره بمجموعه وايضا ننطي طلبنا. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع الملف الصحي ومع هذه المقاطع، ومنهم من علق وقال كاحمد ال سلمان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الفاسدين. دائما السماوة تعتبر أسوأ المحافظات من حيث الخدمات وبالأخص الجانب الصحي. أحمد السماوة يقول والله جريمة بحق البشرية، الصحة اللي بالمثنى ماكو مخافة الله ولا أكو رقيب ولا حسيب. يقول حسبي الله ونعم الوكيل. نغم علي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، أرواح الناس رخيصة بالعراق وبالسماوة والإهمال وصل حد ولا حياة لمن تنادي. عادل الزيادي يقول المستشفى بالسماوة اللي يطب صاحي إلها يطلع مريض. معنا أبو علي من واسط، أرحب بك معنا أبو علي. العراق يحتل المرتبة 177 من بين 195 دولة على مؤشر الأمن الصحي والمرتبة 18 عربيا، مرتبة متأخرة عالميا وعربيا، وهذه الصور تدلل على الواقع الصحي في العراق. من هو المسؤول عن هذا التراجع بالملف الصحي في العراق؟ أرحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حياك الله يا أهلا. يمكن احنا 18 عربيا، يعني عندنا سوريا وعندنا اليمن. نعم. والصومال بس هذا بالضبط. بالضبط. المسؤول الأول والأخير يعني الاستاذ عمي عندي الشعب العراقي. لأنه الشعب اللي همنا قاطع انتخابات وهمنا اللي راح تنتخب هذولا. يعني هذا الأخوان اللي توفى عندهم المريض واللي عاش في الرعب سوق الشيوخ وبغداد، يعني ترى انتم اللي وصلتوهم لهذا المستوى، انتم اللي خليتوا مقتدى وقيس وشلتهم هم اللي يحكمون البلد. اليوم سيد الكريم يعني انت يعني مواضيع كلها مرتبطه ببعض. لا. انه اليوم لا وجود للحكومه. يعني اليوم المفروض اهل الضحيه او اللي هو شهيد، يعني هذا شهيد اهمال صراحه، الله يتقبل شهيد. يعني ما عنده شيء هو. اليوم ما راح اروح بفرصه احتجاجيه ولا اروح للوزاره، لا اروح اشتكي عند القضاء واوثق الشكوى واخليها على وسائل التواصل الاجتماعي وابذها لقنوات وابذها لمنظمات مجتمع مدني واقول هذا اللي يصير بالعراق. نفس الشيء هذول اللي حصلوا بالكيه من اطلاق النار. لا. اروح اشتكي على وزير الداخليه واقول هو ما يوفر لي الامن بالبلد، واعتقد انه الاطلاقات الناريه يسمعها كل مراكز الشرطه، واروح اشتكي على مركز الشرطه القريب. اليوم خلونا نحن نستخدم القضاء في سبيل، احنا ما نقول والله انا انشر الفيديو واحنا راح نوقف وقت احتجاجيه، قاعد اللي انكسروا بساحه التحرير وساحه النسور وثوار تشرين وبالسماوات اكثر من مره والخريجين،
شنو كانوا يسوون؟ هم نفس الشيء، هم احتجوا وقتلوهم. يعني هل الدولة مثلا أو الموجودين اللي عصوبة اليوم يعني ترفعون عن القتل إذا سويت وقفة احتجاجية؟ سيدي الكريم، المسؤول الأول والأخير إحنا كشعب عراقي، إحنا اللي منوقع، إحنا اللي قدرنا لحد الآن فقدنا الأمل. يمكن هذا عندنا يعني ثورة تشرين أو الذكرى ثورة تشرين القادمة، مو يقولون إني أدعو، لكن أنا من أروح وقف، أريد تغيير النظام، أريد تغيير السلطة، أريد تغيير هذا الواقع. من يجيني هذا أبو السفينة يقول السفينة راح تبحر، هو أنت خليت أكو بحر حتى أنهر العراق جفت، ما خليت بحر عندي. عمالتك وسكوتك عن حق العراقي، ما خليت أحد يعطينا مي حتى تبحر. يا سفينة تكر عليها يعني سفينة فساد؟ أنا أقول ممكن صحيح سفينة الفساد راح تبحر، راح تكمل الطريق. وهم يشوفهم الآن أخي الكريم، واحد يخون الثاني، واحد يجي يستقيل، واحد يمشي يسوي، وهذا راح يروح من خلال يوصلونهم. إذا إحنا أخي الحين بين زمرة فساد وبين وحوش الشعب العراقي، إذا وقف لحد الآن وقفات احتجاجية ووحوشي. لكن إذا كانت ثورة وكان يعني شلل للحكومة، شلل لكل مرافق الدولة، هو هذا اللي يجمع معهم. أنا أشكرك عن شكرا لك أبو علي من واسط. معنا أبو سمية من الأنبار. أبو سمية، استعرضنا العديد من الملفات، منها ملف أمني وملف صحي، كيف ترى الواقع الصحي في العراق؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك سيدي الكريم. نعم. كل حكومة عندما تعتني بالمواطن ترى أن المواطنة وترى أن الإنسان هو القيمة العليا في هذا البلد، وهذه النقطة مفقودة في هذا البلد. أنا أسأل حكومتنا على أي نظام تعامل الناس، هل هو على نظام الإسلامي أم على نظام الديمقراطي أم على نظام الملكي؟ نظامكم لا يطابق أي نظام في العالم، يعني فوق الأزمات التي عطفت بالعمليات السياسية وفوق الرفض الشعبي، أرى أنكم تزيدون معاناة المواطن يوما بعد آخر، وكل يوم تظهر فضيحة جديدة في على مستوى المستشفيات أو على مستوى الوزارة. يا سيدي الكريم، الغريب في هذا البلد عندما تحدث ضجة عن فضيحة صحية لمعاناة مرضى أو مستشفيات أو فساد أو سرقات، العجيب أنها تمر مرور الكرام. فإلى متى تبقى معاناة هذا المواطن؟ وإلى متى يبقى الواقع الصحي مترديا؟ وقد رأينا وعاينا في بعض الدول المتطورة، شاهدنا بأنفسنا ورأينا كيف يعاملون الإنسان. يا سيدي الكريم، هذه الإنسانية التي هي المعيار الأول في الطب وفي الخدمات الصحية، فقدوا هذه الإنسانية ولا خير فيهم، لا إنسانية ولا حكومة تصلح لحكم الشعب، ولا سبيل إلا بتبييدهم. وشكرا للبرنامج. شكرا لك أبو سمية من الأنبار كان معنا. معنا أم ياسمين من البصرة، تفضلي أم ياسمين. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. نتمنى يرجع البلد، نتمنى التلفزيون ماكو شاشة بيها. أسمعش. صار جروح بقلبنا جرح. إحنا بلد الهيبة، بلد نعم مستشفيات والله حكومية. نعم. يعني ذاك اليوم رحت أنا بالليل. والله تبكي. ليش شفته أم ياسمين؟ نوع من التحدي. قالوا لي أكسجين بس جت مرة يعني قطية جاي صارت ماكو. وين أطباءنا الزينة؟ عندنا طبيب هذا قطيش كلش مريض، الساعة جت المريض ضربتها أبرة. دكتور عمي عبد الحميد فوق، قلت له فين دكتور؟ سألت مجموعة قالوا قطية صار عنده براسه. ما أدري شنو براسه. طيب قلت له ترى هو مريض يوم من عنده، يعني أطباءنا زين، احنا قرايبنا ترى كلهم أطباء وكلهم ناس مسؤولين. زين، من المسؤول عن هذا التراجع؟ احنا أم ياسمين إذا تسمعيني، من المسؤول عن التراجع بالمستشفيات؟ يعني تروح للمستشفى تلقيها وسخة، أسرة ماكو. المسؤول اي المسؤولين. اللي سيطروا على البلد والله يتعاركون أحزاب، كثرة أحزاب. نعم.
احزاب. انا اتمنى في يوم من الايام جرايدي تقدر تاخذني هناك بالخضراء للبرلماني وراهم صوره بنيتي نعم مخدرات. هسه هذا برنامج المخدرات من ايران عن طريق طالبان من افغانستان بعد يوصلوا للخليج بس ما قدروا. ظل بالعراق بين سوريا والعراق وهو هذا المحور اللي لعبت فيه الدول العالميه الكبرى. يعني العراق كان هيبه للدول العربيه هيبه هيبه شنو اخلاق وعلم علم كنا علم علم ظاهر دول الغرب ترى والله يعني كنا ماكو ما تختار علينا اي حاله. ليش انت وصلني 55 سنه انا نعم شنو اشرب بس رحنا ودينا مساعدات للناس عند الخيم الضاله حفر عليها الاكل يعني ظليت ابكي 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 اخر شيء هنا جيراننا مثل التمثيليه راحت بني كبير هسه الله دمرهم بس بعد 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 الله المعين ان شاء الله ان شاء الله يعني العراق تتحسن احواله. انا اشكرك ام ياسمين من البصره كانت معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه من برنامجكم صوتكم. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. تواصل شريحة المتقاعدين من المعلمين من احتجاجاتها منذ قرابة السنة ونصف السنة وسط عجز واضح لإيجاد الحلول في ظل استمرار التجاوزات والانتهاكات بحقهم، حيث أظهرت صور جرى تداولها اليوم تعرض المتظاهرين المعلمين المتقاعدين من هذه الشريحة المهمة للضرب والتنكيل خلال تظاهراتهم المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية في محافظة البصرة. ضربوا من قبل القوات الحكومية دون أي مراعاة لكبر سنهم وسنين خدمتهم التي قدموها في خدمة التعليم والبلد. دعونا نشاهد هذه الصور. ناشرت معلمة بصرية مسنة أبناء الأنبار بعد تعرضها للإهانة على حد وصفها للوقوف معهما أو معها ونصرتها بعد أن تخلى عنها سياسيو المحافظة على حد قولها. دعونا نستمع إلى مناشرتها في المقطع التالي. شمهم أقول وين ابن الرمادي اللي يفزع لنا احنا بشاربك احنا وعوائلنا طقنا العوز والمرض كاتلنا وحتى الكبر قبت اليوم عايفنا. هاي السيد علاء الحيدري من جانب المظاهرة وهيك سوى وينه عفنا اهل العمايل وشيوخ بصرتنا ما بيهم خير ما داعوا برواتبنا وباب المحافظ هانوا كرامتنا. ترضون الشيبة يهينوها ترضون الشيبة يهينوها لا حول ولا قوة. نعم
طبعا شاهدنا معا حال العراقيين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة البلد الذي لم تكلف الحكومة نفسها في تأمين مستحقاتهم. نفس هذه الحكومة متهمة بإغراق العراقي بالعمالة الأجنبية دون أن تنظر لحال الشباب العاطل عن العمل ودون أن تدفع مستحقات المتقاعدين، حيث قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان العام الماضي بأن هناك نحو 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق. مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي يرصد وجودا كبيرا للعمالة الأجنبية في حقل الشعاب النفطي في محافظة البصرة. دعونا نشاهد قبل استعراض آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع. عبارة عن هنود أتراك وباكستانيين، بينما ابن البصرة القاعد لا شغل ولا عمل. احنا الناشد من الناشد المحافظ، شوف هاي الكمات أسعد العيدان اللي قال هاي حصرا لأهل البصرة، ابن البصرة قاعد، احنا المحافظات ما عندنا اشكال بيها. هذا المطعم التركي، احنا المحافظات ما عندنا اشكال، كلها هاي خيرات البلد يشتغلون بأي مكان، ابن البصرة، ابن الناصرية، ابن العمارة، بأي مكان. هذا احنا ما عندنا مال، بس أتراك وهنود وباكستانيين بالآلاف، وخاصة وصلتنا معلومات بهاي الأربعينية راحت بأن استغلوا الفرصة. 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق بحسب أرقام برلمانية. دعونا نذهب إلى آراء الجمهور العراقي. حسام يقول رقابة ماكو، يجب على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحديد الشركات الأجنبية بنسبة خاصة للأيادي العاملة المحلية. أما علي الشريفي فيقول هاي خطة مدروسة حتى الشباب يروح يبوق أو يشتغل بالمخدرات. عباس يقول مصفى كربلاء ب 30,000 عامل أجنبي وأبناء المحافظة عطالة بطالة. مختار يقول المسؤول لا يهتم لأبناء بلده، يهتم بنفسه فقط. معنا اتصال ناصر من بغداد. ناصر، يعني شاهدنا مقطع من عدة مقاطع تنتشر بشكل مستمر حول العمالة الأجنبية في العراق. يعني لجنة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت العام الماضي بأن هناك 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق، بينما شباب العراق يبحثون عن فرصة عمل. كيف نفسر هذه الحالة؟ مرحبا بك. السلام عليكم استاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. مرحبا شيخ عمر، شو صحتك؟ يا أهلا بك، الله يسلمك ويخليك ويحفظك. والله العراق ما يشتغل، العراق خال احنا يعني، وحبي يعمل بيه، وإذا صار قدر عليه بعد جيب عمك وجيب خالك، هذا سوالف مالة العمال. يعني كلها؟ كلها. شلون يصير؟ الوقت خاص صار العراق. لا. يعني جيب 50 وجيب الحلقة. زين أنت وين تشتغل؟ أنت وين تشتغل؟ أنا موظف ومحتاج. تمام. يعني كل الخريجين العراقيين ما يريد يشتغلون؟ هذا مو واقع. كان ما طلع، لا تسمح لي بس بنقطة. كان ما طلع بثورات وبتظاهرات وتعرض للقتل منهم، ومنهم من جرح، ومنهم من أصيب ب يعني إعاقة دائمة. كان قال لك أنا ليش أطلع؟ يلا خلص أنا عطال بطال، شو أسوي بالشغل؟ هذا يخالف الواقع حقيقة. أستاذ عمر، نعم، احنا نتعلم على سوالف، يعني سالفة الثاني درجة عامل، نعم، زين، وعندنا سجن، عندنا محل حدا حد يمنا، وواحد انت بالكهرباء خطيته يعني واقف وخطيته، نعم، وجيب عمك شو قال خط اولاده على المحل 40 مليون زين، لا بيروح عليه زين، فانت تجيب عمك ايش تبي؟ اول تمن عليه، نعم، تمن عنده كل شيء يسوي، تعرف العراقي تعبان استاذ عمر. ابو ناصر، الشعب العراقي انت واحد منه واني واربعين مليون، من تقول تعبان ما معقولة. انت اليوم من تجيب موظفين بشركات نفطية، تمام؟ زين اسألك سؤال، اليوم الراتب، هل تعلم بان هناك رواتب لهؤلاء العمال والمهندسين في الشركات النفطية بالشهر يوصل شدة وشدتين؟ قل لي منو اللي يلقى هيش راتب وما يشتغل؟ يلا قل لي منو اللي يلقى هيش راتب وما يشتغل؟ أسأل الموظف وزارة النقل بسكك. إيه.
اجى ابو من رئيس الوزراء يسعى خمس سنوات على راتب 20 تجي راتب السنه دي يطلع لي 2000 دينار الله شاهد جميع شاهد. نعم. اما انه الشاب الشباب العراق ما يشتغلون لعد هاي الافران مليانه والمحلات وده يشتغلون هناك يعني نسبة هناك نسبة نعم هناك نسبة ولكن يعني قليلة ولكن قليلة جدا لكن قليلة ما والله العظيم يشتغلون الله سهل يعني انت يجوز اخي ناصر يجوز انت صدمت بشخص بشخصين بثلاثة بعدهم شباب مراهقين صغار ما يعرفون الحياة ممكن ولكن احنا نتحدث عن 40 مليون عراقي هذا البلد شلون ماشي سوبر ماركت والحلاق والصباغ والبنة ما معقولة كلهم جايين من برا أنت عمر أنت عمزي خانات أكثر ولا الأسوين المولات أكثر الأسوين أنت بعد شو وضع برنا يقول أنا بقيت يقل راسك ما يستغل لا ما تعالج تغل ما يستغل هو في كل بلدان ناصر هو في كل بلدان العالم أكو عمالة أجنبية هذا لا ضرر عليه ولكن يجب أن تكون نسبة وتناسب انت مو اليوم عندك نسبة البطالة اكثر من 30% وتروح تجيب انت تفرض انت تدري هاي الشركات النفطية اليوم انت من تجي تتعاقد وزارة النفط مع شركات نفطية اجنبية لاستخراج النفط من هذه الابار تفرض على وزارة النفط بان يكون عمالها من عندهم ورواتبهم هلقد ولهم حمايات من عندهم ماكو هيج حشي فهذا المفهوم أنا أشكرك أخي ناصر من بغداد كان معنا نذهب إلى الهاشتاج أطلقت الجيوش الإلكترونية أو ما يسمى الذباب الإلكتروني التابعة للميليشيات كما يحلو للبعض تسمية هذه التسمية الذباب الإلكتروني واسما لتسقيط تظاهرات تشرين في ذكراها الثالثة والنيل من متظاهريها وحاولت الجهات التي تقف خلف الوسم الذي حمل عنوان تظاهراتكم ضد التعليم بأن تدق الإسفين بين الطلاب وأولياء أمورهم من جهة وبين متظاهري تشرين من جهة أخرى بعد أن حملوهم تبعات تردي التعليم في السنوات الأخيرة بعد التظاهرة وسرعان ما انقلب السحر على الساحر كما يقول المثل الشعبي بعد أن شهد الوسم مشاركة شعبية عراقية حملت الأحزاب وميليشياتها مسؤولية تدهور التعليم وباقي القطاعات كالصحة والصناعة والإعمار والتنمية والزراعة والملف الأمني مؤكدين بأن تشرين جاءت للقضاء على مسببات الانهيار الذي يشهده العراق دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات على هذا الوسم يقول المهندس يوسف سلام يقول لا مدارس مال البشر لا مناهج بيها خير لا رصانة زينة لا شهادة تعترف بيها العالم هو يا تعليم تحكي بي 16 سنة تدرس وتروج عمالة مع احترامي لهذه الفئة بس تسمعون كلمة تشرين هيك يصير بيكم ما تعرفون بأي طريقة تسقطوها بس الأيام طويلة يقول أما فرات علي فيقول تحاول أحزاب السلطة تشويه الحراك الجماهيري من خلال بث بعض القضايا الجانبية واتهام المظاهرات بتعطيل البلد وتعطيل التعليم من أجل إقناع السذج وذوي الإدراك المحدود بذلك متناسين بأنهم هم من دمروا التعليم ودمروا كل مقوماته وإلى الآن لا توجد كتب ومدارس كافية أما اسكندر الشيباني فيقول أي تعليم يتساءل ما شاء الله نسبة الرسوب 96% ومدارس ماكو ومدرسين ماكو مدرسة يمنى بها بس المدير الداوم وكل شرحها عن قاسم سليماني والمهندس اسكتوا سلابة يقول اسكندر عذب هذا الترند سووه جماعة الإطار حتى شنو ما تعلق مظاهرات ويسارعون بتشكيل حكومة يقول أو تقول ها ها عبالهم توهم يريدون يلزمون الحكم عبالهم شعب غشين كل حزب مخليله كم واحد يرفع ترندات حسب المزاجات تظاهراتكم ضد التعليم وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قدمنا فيها العديد من الملفات منها الملف
الأمني وكذلك الملف الصحي، وعرجنا على العمالة الأجنبية بحسب الصور التي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وذكرنا برقم لجنة الخدمات والشؤون الاجتماعية في البرلمان العام الماضي بأن هناك 1.5 مليون عامل أجنبي في العراق على الرغم من ارتفاع نسب الفقر والبطالة في العراق. نلقاكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، في أمان الله.